مرحبا بكم أعزائنا في فيديو جديد على القناة. في قضية اليوم سوف نسرد لكم قضية من أغرب القضايا التي واجهت المحققين المغاربة في بداية سنوات الألفية الثانية، قضية من صلب الواقع، غريبة ومحيرة. فنحن دائما نسعى لإرضاء تطلعاتكم ولتعم الفائدة على الجميع، فكل هذه القضايا فيها من العبر الكثير والكثير لنتعلمها. القضية التي سنحكي لكم عنها اليوم هي قضية تمكنت الشرطة القضائية من حلها بعد جهد مضن وبحث متواصل، ويتعلق الأمر بسلسلة من الاعتداءات تعرضت لها فتيات أغلبهن في مقتبل العمر، والجاني كان مفاجأة للجميع. فمن هو الجاني؟ وكيف استطاع المحققون فك ألغاز هذه القضية؟ وما طبيعة هذه الاعتداءات التي تركت أثرا سيئا في نفوس ساكنة المنطقة الذين عاصروا تلك الأحداث؟ استعدوا أعزائي، فما ستسمعونه الآن سيثير لديكم الحيرة والعديد من التساؤلات التي سنجيبكم عنها، فتابعوا معنا ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وسنكون ممتنين إن شاركتم الفيديو مع أصدقائكم ومعارفكم. وإليكم التفاصيل. في يوم 11 فبراير من سنة 2007 وحوالي الواحدة زوالا، تلقت قاعة المواصلات التابعة لولاية أمن سطات بلاغا باكتشاف جثة فتاة بالخلاء المجاور لممر السكة الحديدية خلف مدرسة بئر نزران بمدينة سطات المغربية. بعد انتقال عناصر الضابطة القضائية إلى المكان، تمت معاينة جسد فتاة في مقتبل العمر ملقاة على ظهرها في مرحلة من التحلل والتعفن، وبالجهة السفلى تمت معاينة سروال الرياضي وتبان تم إنزالهما إلى حدود الركبة في الرجل اليمنى، في حين أن الرجل الأخرى كان بها جورب صوفي فقط. بعد رفع بصمات جسد تلك الفتاة من طرف عناصر الشرطة العلمية، تبين أن الأمر يتعلق بالضحية المسماة قيد حياتها فاطمة الزهراء حجاج من مواليد سنة 1984 بمدينة سطات. تبين من خلال تحريات المحققين أن فاطمة الزهراء كانت تشتغل بمعمل للكابلاج بمدينة برشيد، وهي خريجة معهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة سطات، والتي كانت موضوع ملف بحث لفائدة العائلة بتاريخ 6 فبراير من سنة 2007. عند عرض جثتها على والدتها تعرفت عليها بدون تردد، وبعد الاستماع إلى والدة الضحية صرحت بأن ابنتها غادرت يوم الاثنين فبراير سنة 2007 على الساعة 5 صباحا في اتجاه مقر عملها بمدينة برشيد، وعادت في المساء على الساعة 3 بعد الزوال، غير أنها كانت على استعجال من أمرها فغادرت المنزل بعد أن غيرت ملابسها وأخبرتها أنها تنوي التوجه إلى وسط المدينة، وذلك من أجل شراء جهاز لشحن بطارية هاتفها النقال الذي كانت تحمله معها. بعد تشريح جثة المجني عليها، تبين أن الوفاة كانت ناتجة عن اختناق مسبوق باعتداء، وأنتم أعزائي تعرفون معنى الاعتداء. قامت الشرطة بالأبحاث اللازمة لكنها لم تتوصل لنتيجة.
بعد مرور حوالي عام على تلك الحادثة، وبتاريخ 18 فبراير من سنة 2008 حوالي الساعة 3 بعد الزوال، توصلت الشرطة ببلاغ آخر من قاعة المواصلات يفيد باكتشاف جسد فتاة أخرى بالخلاء المتاخم لمقبرة سيدي رنون بالغابة الصغيرة المقابلة لمحطة البنزين بطريق مدينة الدار البيضاء. بعد انتقال عناصر من الضابطة القضائية لعين المكان ووسط مجموعة من الأعشاب المكسوة بالأشواك، تم العثور على فتاة في مقتبل العمر ملقاة على ظهرها حيث تناهز من العمر 20 سنة. كانت أطرافها السفلية بدون غطاء أو ملابس تماما، وتحمل آثار سائل نتج عن عملية اعتداء، كما كانت تحمل خدوشا بجبينها ورأسها من الجهة الأمامية وعدة خدوش على مستوى ساقيها. بجانب جسد الفتاة تم العثور على سروالها وتبانها وكذا زوج حذائها اللذين كانا موضوعين بين رجليها. بعد البحث والتقصي، اكتشف عناصر الشرطة القضائية مذكرة بحث لفائدة العائلة بتاريخ 14 فبراير من سنة 2008 تخص الضحية، كانت قد تقدمت بها عائلتها. بعد رفع بصماتها وعرض جثتها على أهلها الذين تعرفوا عليها من الوهلة الأولى، تبين أن الأمر يتعلق بالضحية الثانية المسمات قيد حياتها نزهة منصير من مواليد سنة 1986 بدوار ولاد بوزيري وخريجة معهد تكنولوجيا التطبيقية بمدينة سطات. بعد الاستماع الى والدها صرح انه زوال يوم 13 فبراير من سنة 2008 كان قد كلف ابنته نزهة بالتوجه الى مصلحة البريد من اجل جلب بعض الرسائل من الصندوق البريدي الخاص به بعد ان سلمها مفاتيحه، غير انه حين عاد الى البيت مساء نفس اليوم على الساعة 5:15 لم يجد ابنته بالمنزل، حيث اخبرته زوجته أن نزهة لم تعد منذ أن خرجت. ومن أجل هذا قام الأب المسكين بالخروج والبحث عنها لدى صديقتيها مريم ودنيا لكن دون جدوى، مما جعله يتوجه لمقر الشرطة حيث حرروا له محضرا باختفائها. أثبت التشريح الطبي أن موت المجني عليها ناجم عن اعتداء له علاقة بالخنق ومسبوق باعتداء جسدي. استمرت أبحاث الشرطة لفترة طويلة، استنتجوا معها أن الأمر يتعلق بسلسلة اعتداءات لها علاقة ببعضها، وأن الجاني يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي قام بالاعتداء على الضحية الأولى فاطمة الزهراء حجاج. بتاريخ 11 مارس من سنة 2008 وحوالي الساعة 9:40 توصلت مرة أخرى مصلحة الشرطة القضائية بشكاية أخرى من أب بأنه عثر على جسد ابنته نوال في مكان شبيه بحفرة ومحاط بأشجار كثيفة خلف المنطقة الصناعية غرب طريق جيسر، وبإرشاد منه تمت معاينة جسد الفتاة الممدد بشكل طبيعي، وكانت على ظهرها مرتدية ملابسها كاملة ولا تحمل آثارا للعنف ما عدا كدمة على مستوى أسفل ذقنها الأيسر على شكل احمرار وزرقة خفيفة من الجهة اليمنى لخدها. أحيل جسد نوال على التشريح الطبي ورفعت من عليها الآثار العالقة بها من أجل توظيفها في البحث من طرف مختبر الشرطة العلمية. خلص تقرير التشريح الطبي أن وفاة المجني عليها ناجم عن اعتداء وبنفس الطريقة، حيث تم كتم أنفاسها والاعتداء عليها.
وهنا زادت حيرة الشرطة وواصلوا البحث وفي كل الاتجاهات، فهم أصبحوا الآن يعرفون بل ومتأكدين أن الجاني واحد وأنه يرتكب اعتداءاته بنفس الطريقة، إلى أن جاء اليوم الذي سيتمكنون فيه من الإمساك بخيط رفيع سيقودهم لفك اللغز. كان الهاتف النقال الخاص بإحدى الضحايا هو الخيط الرفيع الذي مكن من فك اللغز، ولمعرفة مصيره تمت مكاتبة مدير شركة الاتصالات بالبيضاء بأمر من النيابة العامة قصد الحصول على مجموع الأرقام الهاتفية الصادرة والواردة على الهاتف المذكور وتبيان هوية أصحابها ابتداء من الفترة الممتدة من 6 مارس 2008، مع تحديد الرقم التسلسلي للهاتف النقال الذي كان مستعملا من طرف الضحية وتحديد رقم بطاقة الاشتراك. كان جواب المصلحة المذكورة يؤكد أن آخر الأرقام المتصلة بالضحية تخص أفراد عائلتها، لكن الأهم هو تمكنهم من تحديد الرقم التسلسلي للهاتف النقال الخاص بالضحية من نوع موتورولا والذي اختفى في ظروف غامضة. خلص التقرير الطبي الذي توصل به المحققون إلى كشف النقاب عن أنه من بين 50 مشتبها فيه، والذين توصل المختبر بعينة من لعابهم فإن مستخلص الحمض النووي المتعلق بأحد المشتبه بهم كان يعود لشخص اسمه هشام الراوي، حيث كان الحمض النووي المستخلص من لعابه مطابق تماما لمستخلص الحمض النووي الخاص بالسائل الذي تم إيجاده على جسد الضحية الأخيرة نوال الثعلبي. هشام الراوي من مواليد سنة 76 900 و1000، وذلك بعين الضربان في إقليم ستات، بعد أن طلق والده أمه وهو لا زال جنينا في بطنها. عاش هشام رفقتها هو وشقيقه تحت كنف جده من الأم بمنزله بحي ميمونة بستات. لما كان جد هشام حارسا بمدرسة التوحيد التي تابع بها دراسته الابتدائية إلى غاية السنة الخامسة، انقطع هشام عن الدراسة بها ليشتغل بعدها مساعدا لمصلحي الدراجات، ثم عمل كمساعد لحام، وأخيرا مارس حرفة المطالة وتعاطاها لمدة 5 سنوات. بعدها أحس هشام بأن ذلك كله مضيعة للوقت، فقرر أن يبتعد عن العمل بتلك الحرف سنة 1995، وذلك لمردودها الهزيل ومداخيلها التي لم تكن تلبي كل احتياجاته. في سنة 1996 قرر هشام أن يدخل عالم التجارة، وبدأ ببيع الملابس المستعملة بسوق ماكرو الشعبي بمدينة ستات، واستمر في ذلك إلى غاية سنة 2000، حيث انقطع مرة أخرى عن مزاولة تلك المهنة وسافر إلى مدينة أغادير للاشتغال في الميدان الفلاحي. لكنه لم يفلح كثيرا في ذلك المجال، وعاد إلى مدينة ستات وواصل نشاطه في الاتجار بالملابس المستعملة بسوق ماكرو الشعبي الجديد، وهو المكان الذي تعرف فيه على شرذمة من المنحرفين الذين أصبح يعاشرهم، حيث أدمن على الخمر حتى كسدت تجارته وضيع رأس المال، كما أنه تقاعس عن متابعة رياضتي كمال الأجسام والملاكمة اللتان كان يهواهما. أصبح هشام الراوي مدمنا على الخمر، وكلما كان ثاملا انتابته رغبة جامحة نحو الجنس الآخر، وذلك بغية إشباع رغباته.
كان لقاؤه بإحدى الفتيات في مستهل سنة 2007 نقطة انطلاق خاطئة، فقد قام في إحدى الأمسيات باعتراض سبيل إحدى الفتيات التي علم أنها تتابع دراستها بمدرسة التكوين المهني للممرضين بحي المجازر، وكان يتتبع خطواتها بحكم أن الطريق المؤدي للمؤسسة التي كانت تدرس بها محاد للمكان الذي كان يعرض فيه بعض الملابس للبيع بسوق ماكرو. استطاع بدهائه استدراجها بعد أن قدم لها نفسه كرجل أمن مدليا لها ببطاقة يتخللها خطان أحمر وأخضر، والتي لم تكن سوى بطاقة الانخراط التي تحصل عليها من نادي كمال الأجسام. بخلاء مجاور لسوق شتيبة وتحت جنح الظلام حوالي الساعة 7 مساء، تمكن من جرها تحت طائلة تهديدها بإلحاق الأذى بها، ثم نزع سروالها بقوة واعتدى عليها حتى أشبع رغبته وأخلى سبيلها بعد أن استحوذ على حافظة نقودها التي لم تكن تحتوي سوى على مبلغ مالي زهيد. بعد أن انتابته وساوس من إمكانية تعرف الضحية على أوصافه والتبليغ عنها، وبعد أن مر أكثر من أسبوع دون أن تضع الشرطة يدها عليه، ظن أنه بلغ بر الأمان وأن العملية مرت بسلام. فكر هشام في إعادة الكرة، لكن هذه المرة بطريقة وأسلوب مختلفين حتى لا يترك مجالا للتعرف عليه. كان حصول الشرطة على تلك المعلومات كطوق نجاة بالنسبة لكل تلك المجهودات التي بذلوها من أجل التوصل لأول خيط رفيع يقودهم لمعرفة الحقيقة، حيث وضع حدا للغز المحير الذي كان متمثلا ومانعا من أجل التعرف على مقترف تلك الاعتداءات. بناء على تلك المعلومات وعلى كون المشتبه فيه كان قد أفرج عنه من السجن حديثا بتاريخ 7 فبراير من سنة 2008 بعد قضائه عقوبة سجنية نافذة مدتها سنة ابتدأت من تاريخ 7 فبراير 2007 إثر تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المتبوعين بهتك عرض ممرضة متدربة. ظهر أن الأسلوب الإجرامي الذي مورس على الممرضة يتطابق تماما مع الاعتداءات التي استهدفت الضحايا الثلاث. بعد كشف النقاب عن كون قضيتي التصفية اللتين راحت ضحيتهما المجني عليهما الأخيرتين نزها ونوال نفذتا مباشرة بعد الإفراج عن المشتبه فيه، بينما كانت الضحية الأولى للجاني هشام الراوي والمسمات قيد حياتها فاطمة الزهراء قد اختفت بتاريخ 2 فبراير 2007، وهو تاريخ سابق لعملية اعتقال هشام الراوي التي كانت يوم 7 فبراير 2007. وبعد استجماع هذه المعطيات بادرت الشرطة القضائية إلى إجراء تفتيش بالمنزل الذي يقطنه المتهم بتعاونية الأمل، حيث تم اقتياده إلى هناك وبحضور جده الذي كان يعيش تحت كنفه. عثر المحققون بداخل الغرفة التي كان يشغلها هشام في جيب سترة حمراء كانت بأحد رفوف الدولاب على هاتف النقال من نوع موتورولا. عند تفحصهم للهاتف تبين للمحققين أن بطاقة الاشتراك غير موجودة فيه. عرض الهاتف على المعني بالأمر فادعى أنه في ملكه، غير أنه من خلال رقم الهاتف التسلسلي تبين أنه مطابق تماما للرقم التسلسلي للهاتف الذي كان بحوزة الضحية نوال الثعلبي قبل اختفائها.
عند مواجهة المتهم بنتائج التقرير من المختبر الوطني للشرطة العلمية بالبيضاء، وأيضا الهاتف النقال موتورولا الذي يرجع للضحية نوال الثعلبي، والذي عثر عليه أثناء تفتيش المنزل الذي يقطنه هشام الراوي مع والدته، لم يجد هشام بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه. وهنا بدأ هشام الراوي في سرد تفاصيل كل اعتداءاته. صرح هشام بأنه وخلال شهر فبراير من سنة 2007 وحوالي الساعة 6 مساء بسوق شطيب الشعبي، التقى صدفة فاطمة الزهراء حجاج التي كان يعرفها جيدا بحكم أن منزل والديها مجاور لمنزل عائلة صهره زوج خالته بحي بام، وكان ساعتها في حالة سكر. تمكن هشام وقتها من استدراجها إلى منطقة خالية خلف مدرسة بئر زران، وفي مكان تنعدم فيه الإنارة طلب منها أن تمكنه من نفسها، إلا أنها رفضت، وهنا أسقطها أرضا بمكان مجاور لممر السكة الحديدية، وتحت التهديد نزع سروالها وشرع في الاعتداء عليها. في تلك الأثناء كانت الضحية تصرخ بأعلى صوتها من شدة الألم، وهنا فكر في إسكاتها إلى الأبد للحيلولة دون افتضاح أمره. بعدها وصل الجاني هشام الاعتداء عليها، وما إن أشبع رغبته حتى كمم فمها وانهال عليها بالضرب بكل قوة بكلتا يديه. حاولت الضحية الدفاع عن نفسها، غير أنه لم يترك لها المجال نظرا لقوة بنيته الجسدية. قاومت فاطمة الزهراء كثيرا، لكن قوة هشام وجسدها الضعيف مقارنة بجسد هشام جعلها تلفظ أنفاسها وتصبح في عداد الموتى. عندما تأكد هشام من مفارقتها للحياة غادر المكان وتركها شبه عارية، وتوجه تحت جنح الظلام إلى بيت أهله بتعاونية الأمل دون أن يلحظه أحد. صرح هشام بأنه لم يمر سوى أسبوع على ارتكابه هذه الجريمة حتى ألقي عليه القبض من أجل الضحية الأولى الممرضة. بعد أن تعرفت عليه هذه الأخيرة فانتابه الخوف من اكتشاف تورطه في تصفية الضحية فاطمة الزهراء حجاج، إلا أنه ولحسن حظه فإن تاريخ 7 فبراير من سنة 2007 الذي صادف إلقاء القبض عليه لم يكن بعد قد تم اكتشاف جسد فاطمة الزهراء، حيث قدم لمحكمة الاستئناف بتاريخ 9 فبراير 2007 والضحية لا زالت وقتها بمكان تصفيتها. عندما كان هشام بالسجن علم باكتشاف جسد المجني عليها فاطمة الزهراء وهي في حالة تعفن. أفرج عن هشام من السجن بتاريخ 7 فبراير من سنة 2008 بعد قضائه مدة سنة سجنا نافدا، ولم يمضي عليه سوى أسبوع واحد خارج أسوار السجن حتى بدأت تراوده أفكاره الشاذة. قام هشام في أحد الأيام باشتراء بعض القنينات من الخمر وشرب حتى لعبت الخمرة بعقله، وخلال تجواله بالقرب من محطة للبنزين بالطريق المؤدية لمدينة الدار البيضاء بحثا عن فتاة تطفئ له تلك الرغبة الجارفة، التقى حوالي 6 مساء فتاة كان يعرفها جيدا بحكم موقع سكنى والديها القريب من تعاونية الأمل التي يقطن بها. كانت تلك الضحية هي الفتاة نزهة منصير التي ذكرناها في بداية الفيديو. لمحها هشام خارجة من مقهى المحطة المذكورة رفقة فتاة أخرى لم يتمكن من تفحص ملامحها، ظل يراقبها حتى افترقت مع تلك الفتاة التي صاحبت شخصين يجهلهما.
أصبحت نزها حينها لوحدها، وهنا اتجه هشام نحوها ودخل معها في حوار طويل. ولوسامته ولباقته في الكلام تمكن من إقناعها بمرافقته إلى الحديقة المجاورة لخزانة البلدية، وذلك محاولة منه لربح الوقت حتى يحل الظلام. استطاع هذا الجاني الذي لا تعرف الرحمة طريقا لقلبه بكلامه المعسول أن يستدرج نزها إلى الغابة الصغيرة المواجهة لمحطة البنزين إفريقيا. اختار مكانا محاطا بالأشجار وطلب منها أن تمنحه أعز ما تملك أي فتاة، غير أنها لم تستجب لطلبه وأخبرته بأنها لا زالت بكرا. تحت التهديد بإلحاق الضرر بها أرغمها على نزع ملابسها لأنها كانت ترتدي جلبابا أحمر فقط، وهنا شرع في الاعتداء عليها. ونظرا للألم الذي كانت تحس به فإنها أخذت تصرخ وتستنجد. كان قريبين من الطريق الرئيسية ولا تحجبهما سوى شجيرات كثيفة، فخاف أن يصل صراخها لأحد المارة من هناك. وعلى حين غرة قام بكتم أنفاسها بنفس الأسلوب السابق الذي قام به مع الضحايا السابقين، حيث وضع يده على فمها وأنفها حتى أزهق روحها وأصبحت جسدا بدون حراك. لم يكتفي هشام الراوي الجاني عند هذا الحد، بل واصل اعتداءه عليها لكونه لم يكن قد أشبع رغبته بعد. إثر ذلك تركها ممددة على ظهرها نصف عارية وغادر المكان دون أن ينتبه إليه أحد. في اليوم الموالي علم هشام أن رجال الأمن قد عثروا على جسد الضحية بنفس المكان، فشرع في جمع الأخبار من محيط أسرة الضحية إلى أن تأكد أن الشكوك بعيدة عنه. لكن شعوره بالأمان لم يعمر طويلا، فبعد 3 أيام من اكتشاف الجثة وتحديدا بتاريخ 17 فبراير من سنة 2008 تم استدعاؤه من طرف الشرطة، فحضر رفقة جده ودعا عدم معرفته بالضحية. اكتفى حينها رجال الشرطة باستخلاص جزء من لعابه، ولم يستوعب هشام الجدوى من ذلك. ثم أخلي سبيله، وكانت عملية إطلاق سراحه وقتها كقطعة ثلج نزلت على صدره، واعتقد أن أسلوبه صعب الاكتشاف. خلال الأيام الأولى من شهر مارس وخلال وجوده بوسط المدينة في حالة سكر يبحث عن ضحية أخرى، صادف هشام الراوي المجني عليها نوال التي لا يبعد مسكن والديها إلا ببضعة أمتار عن مسكنه. تبادل معها التحية ودعاها للقيام بجولة بمحيط الحي الصناعي، فوافقته على ذلك. استقل سيارة أجرة من الحجم الصغير بالقرب من قيصارية الشوارع. لم يتذكر هشام ملامح السائق لكون الظلام كان قد بدأ يخيم على المدينة. عند بلوغهما مقر تعاونية الحليب تمكن هشام من استدراجها إلى الغابة الموجودة بالحي الصناعي، وهي غابة تمتاز بشجيرات كثيفة تحجب الرؤية. وهناك وبمكان منعزل بدأ في استلطافها ومغازلتها. حاول بعدها خلع سروالها الذي كان من نوع جينز من أجل قضاء وطره منها، إلا أنها لم ترضخ لطلبه بعد أن أطلعته أنها لا زالت بكرا، غير أنه أحس بهيجان غريب وأسقطها أرضا. وتحت التهديد أمرها بنزع سروالها والانبطاح على ظهرها، وهنا اعتدى عليها حيث كانت تشكو من الآلام، غير أنه واصل اعتداءه عليها إلى أن أشبع رغبته. بعد راحة قصيرة واسترجاعه لأنفاسه عاود الاعتداء عليها، وهي اللحظة التي قام فيها بكتم نفس الضحية بتكميم فمها وإغلاق أنفها بكلتا يديه.
حاولت نوال المقاومة بكل ما أوتيت من قواها من أجل البقاء على قيد الحياة، لكنه لم يترك لها فرصة لذلك، حيث أنه لم يتركها إلا بعد أن انهارت قواها وفارقت الحياة. بعد ذلك قام بإرجاع سروالها إلى الحالة التي كان عليها سابقا، وقبل مغادرته للمكان استولى على هاتفها النقال من نوع موتورولا وقام بإغلاقه في الحين، ونزع منه بطاقة الاشتراك التي تخلص منها في طريقه إلى المنزل وأخفاه وسط ملابسه، وهو الهاتف نفسه الذي تم العثور عليه بغرفته أثناء التفتيش. بعد كل تلك التصريحات والحقائق، أكد هشام أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية، كما أنه لم يسبق له أن كان نزيلا بأي مصحة نفسية أو غيرها، كما أضاف أنه كان يقوم بتصفية ضحاياه بعد الاعتداء عليهم كاحتياط منه للحيلولة دون تسجيل شكايات ضده والتعرف عليه، خاصة وأن جلهن على معرفة سابقة به. والعبرة التي استخلصها من الممرضة زادت من يقظته وحذره، فضلا عن أن صراخ الضحايا كان يسبب له إزعاجا أثناء عملية إشباع غرائزه، كما أن ذلك سيؤدي إلى افتضاح أمره إذا بلغ إلى مسامع أحد المارة، وهو ما كان يجعله يعجل بكتم أنفاسهم. بعد كل تلك التصريحات توبع المتهم هشام الراوي بجناية التصفية العمد مع سبق الإصرار والترصد بارتكاب أعمال لتنفيذ فعل يعد جناية، والاعتداء الناتج عن افتضاد بقارة وهتك عرض أنثى وتشويه ضحية والسرقة الموصوفة وجنحة السكر العلني، وتم الحكم عليه بعدها بالإعدام الذي تحول إلى السجن المؤبد. كان من الممكن أن يتم تنفيذ الحكم في هشام الراوي، وهذا أمر طبيعي، لكن وكما تعلمون ففي المغرب وقتها كان حكم الإعدام قد تم إلغاؤه من مصادر الأحكام القضائية، ومع ذلك تظل تلك الأحكام هي أحكام دنيوية، ويبقى الحكم العادل هناك عند رب الأكوان الذي يمهل ولا يهمل، وعدالته ستتحقق إن عاجلا أم آجلا. أعزائنا الكرام، نتمنى أن نكون قد لفتنا انتباهكم للعديد من العبر من خلال هذه القضية، ونرجو منكم أن تشاركونا آراءكم واستنتاجاتكم من خلال تعليقاتكم النيرة. انتظرونا في قضية أخرى، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وحتى نستمر في تقديم الأفضل، وسنكون ممتنين إن شاركتم الفيديو مع أصدقائكم ومعارفكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى بإذن الله.